صدقك راشد لحقت ولا علي؟ لا يعني توني شايفتك. ايه باكر راح اجي المستشفى. ايه اكيد لان انا بدأت ولهت عليك. ايه ادري. يلا كلمني عن نفسك، ما عرفت بنات قبلي؟ إذا كنا لقينا العذر حق نجلة وقلنا إنها مراهقة والحياة قدامها ملخبطة، إيش نقدر نقول عن كوثر؟ كوثر اللي قاعد تعيش مراهقتها مرة ثانية، نقدر نقول مرة ثانية وهي أصلاً ما عاشتها أول مرة، نقدر نعطيها العذر وما نلومها. ومريم وصورة أمها اللي تشوهت قدامها، ومن المفروض يكون مراهق؟ مريم ولا أمها؟ بتشوفين ظهري؟ شوي شوي قصر حسج، هو من زمان يكلمني بس أنا حاقرته. نجلون أنت من صجج؟ واو يا ربي هالبنية، إيش فيك؟ شاري لي هدية بس بروح أخذها منه، يحن علي أخذيها وأنا حاقرته. لا والله حق عذر والله. جزء طن زين معويهج؟ إيه طنز. ما راح تشوفينا صدقين، انت ذيك المرة قلتي ان انت معاه بس تليفونات. لا لا ما راح اسكت، اطقعي تطقطقين. ايش عندكم سكت اول ما شفتونا؟ لا ولا شيء، شكو؟ مريوة؟ شلون ابوك؟ ايش تبيني اقول لك؟ حتى لو هو صار زين الدكتور ما راح يطلع. ليش؟ تذكروا الموضوع اللي قلت لكم اياه عن الدكتور راشد؟ اي طلع شكي في محله. يعني امه الدكتور راشد؟ انت شلون تاكدتي من هالموضوع؟ دريت وخلاص. تكفين عواش، لا تسالين عن تفاصيل، بروح اللي فيني بكفيني. زين امك تدري انك تدرين على الموضوع؟ دارت ومهم اصلا. امه لهالدرجه؟ مريوم بس انتي دير بالك، مهما يكون هذه امك مو تعصبين عليها ولا تزعلينها ولا تصرخين عليها، انت كلميها بلطف بعدين هي ان شاء الله يعني ان شاء الله. شنو ان شاء الله؟ عقلها يرد لها. امي قاعد تتصرف تصرفات مراهقين، ترى هي امي المفروض تكون قدوه لي. ان شاء الله يهدي. مريم انت ليش ما تفكرين بالموضوع بطريقه ثانيه؟ يعني شلون يعني؟ يعني ليش ما تقولين ان امك تزوجت وهي صغيره وابوش اكبر منها بصراحه بوايد، يعني ما دلعها ولا سمعها كلام حلو، يعني ما عاشت مراهقتها. لا والله حبيبتي امي على ذمه ابوي، المفروض تحترمه، مو تقعد تسوي هالسوالف. اصلا ساعات احس ان هي مراهقه مو انا.